الحوار يا شطار، حد عارف ايه حكايه الحوار ده؟ طبعا قصه الحوار السياسي اللي دعا عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح الاسره المصريه، دعا اليه كل اطياف المعارضه وكل الناس اللي عندها رؤى وافكار في المجتمع المصري انها تقدم مقترحاتها وافكارها في كل موضوعات وملفات الدوله المصريه لتحديد الاولويات للدنيا دي كلها. لكن من ساعة ما بدأت الدعوة إلى هذا الحوار وإحنا شايفين إن ما يقال عنها المعارضة، لأن للأسف برضو إحنا ما عندناش معارضة، إحنا عندنا معارضة مصالح. قصة كل واحد فيهم له مصالح وله أهداف وله أغراض، لا عايز يطلع ناس بعينها من السجن اللي هم أصحابه وأصدقائه، وله له قضية مش عارف إيه فبيعدي، واللي بحث عن شو لقطة ولقطة وظهور على الشاشة، واللي عاوز يعني انا شايف ان اللي اعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي هو اعاده احياء او اعطاء قبله الحياه للمعارضه المصريه اذا كانت فعلا معارضه. بس هي لازم تعرف ان معنى المعارضه ودور المعارضه زي ما بنشوفها في بعض الدول الديمقراطيه في الغرب. معارضه يبقى احنا نشوف تقدم مقترحات، تقدم افكار، تقدم خطط، لكن نقعد بقى نقلبها لصفصطة سياسية وجدل وخلافات كلها اشكال كرتونية. يا عم قدم مقترحات، قول لي والله انا شايف ان انت ماشي في الملف ده بوتيرة مثلا ضعيفة، ماشي غلط، بس البديل 1 2 3 4 ونمشي فيه ونعمل فيه كذا كذا. ما تقعدش صفصطة، احنا مش هنقعد على مصطبة ونقعد نحكي ونقول، اقدم خطط. وبعدين انا عايز بس مع احترامي لهم جميعا، كل ممثلي الاحزاب واخوة المعارضة، مع احترامي يعني، يحترموا عقلية الشعب المصري ويقدموا حاجة مفيدة اذا كانت عندهم حاجة مفيدة فعلا. وبلاش حد فيهم يتوهم ولو لحظة ويحط في قرارات نفسه ان هو وكيل عن الشعب المصري او بيتكلم باسم 105 مليون او 110 مليون. مع احترامي يعني، هم لو يمثلوا هذا الكم من الناس كانت الناس دي جابتهم في سواء في البرلمان او في انتخابات الرئاسة اللي تمت وكان بعضهم مشارك فيها. فيعني نهدى بس شوية ونقدم افكار صح ونقدم مقترحات صح ونحطه في حسباننا ونحطه تحت الجملة دي 3000 خط، محدش منكم هو وكيل حصري باسم الشعب المصري، لانه بالتأكيد الشعب المصري واختار الرئيس عبد الفتاح السيسي واختار هذا الحكم، فبالتالي الاغلبية الكاسحة تؤيد هذه السياسات وهذا الرئيس وحكومته. فبالتالي الناس المعارضة خشوا شاركوا، هي سنة حسنة وجميلة عشان نقول فيها افكار ونقدم فيها اطروحات جديدة تفيد البلد. لكن وانت بتتكلم والنبي اعرف بس ان انت مش وكيل حصري، فبلاش الشعارات البراقة والمطاطة اللي احنا نستخدمها دي على طول، ترجم الشعارات والحاجات دي كلها لخطط لتنمية البلد وازاي نحرك البلد للامام. واحنا خاصه ان احنا هي المشكله، مش مصر، هي مشكله عالميه، في ازمه اقتصاديه عالميه، العالم كله بيئن منها الاقتصادات العظمى والاقتصادات الصغيره. فبالتالي احنا بنقول هنتعامل ازاي مع الملفات دي كلها. احنا ماشيين كويس على فكره، والحكومه والدوله مش مستنيه مع احترامي توجيهات من ناس عشان تمشي، هي ماشيه واضعين خطط وخطط طويله الاجل و20 30 وما بعدها و2050. فبالتالي نهدى بس شوية ونقدم اطروحات صح مفيدة للبلد بدل الصفصطة اللي احنا شغالين عليها، وان احنا واخدين الحوار الوطني ك يعني وسيلة وأداة لإعادة تلميع وجوه انطفأت شعبيا قبل ان تنطفأ في محتواها الفكري السياسي. فأتمنى إن شاء الله أن نطلع يكون الحوار على قدر طموح رئيس عبد الفتاح السيسي في أن الناس تشارك، بس تشارك بمضمون، بمحتوى، بأفكار، بخطط لصالح الدولة المصرية. أشكركم شكرا جزيلا.